قدامي هاي النباتات الثنين، واحدة بلاستيك هاي والثانية حقيقية. البلاستيك ضعولها يعني خضرة وراح تبقى دائما خضرة، يعني خضارها دائم يعني، لكن هاي الحقيقية لا، تصير بيها مشاكل، وهي أصلا يعني بيها مشاكل أصلا هسه وبادت تأكل وكذا، فأكو فرق بين الاثنين. يعني باعوا البلاستيك شكلها منتظم وراح يبقى شكلها منتظم مرتب، لكن الحقيقية لا، شكلها ما منتظم، يعني تنمو بكيفها، يعني تنمو احتمال بالشكل اللي احنا نريده او احتمال تنمو بالشكل اللي احنا ما نريده يعني، بس لكن هاي لا منتظم شكلها. يعني هاي ما تتعبك اللي هي البلاستيك ابد ولا تتعبك، يعني كلش كلش ترشها شوية مي عمود مثل ما احنا هسه مسوين، يعني حتى شوية تلمع ويكون شكلها يعني مرتب. هاي لا حقيقية، هذه بتتعبك على مود تخليها خضرة وبيها نضارة، لا يراد دائما تتابعها ويراد تسقيها، وإذا صارت بيها أمراض لازم تروح للمشتل على مود تجيب أدوية وتخليها وتراقبها، وإذا سافرت يعني تشيل همها منو يسقيها منو. تشوفون إنه البلاستيك أفضل لو الحقيقي أفضل؟ قبل ما تجاوبون خلينا نقول لكم على فروقات أخرى. هاي البلاستيك لا راح تعطيك ثمر ولا راح تعطيك ورد، هاي اللي ممكن تعطيك ثمر وممكن تعطيك ورد. هاي البلاستيك على شكلها الحلو بس ما تعطيك أكسجين، لكن هاي تعطيك أكسجين. هاي البلاستيك وجودها بالبيت يعني ما يعد إنجاز إلك، اشتريتها وخليتها خلاص، لكن وجود هاي النبتة ونموها وكونها سليمة داخل بيتك هذا يعتبر إنجاز إلك، معناها أنه أنت إنسان كنت تراقبها، فوجودها بحالة جيدة معناها أنت إنسان مسؤول. يعني هنا عبارة عن حالة صناعية هيجي، اللي يشوفها يقول والله هو عنده شجر، لكن هاي لا، ممكن بعينه يشوف أنه وجودها شقد ممكن ينطي منظر حقيقي للحياة داخل بيتك. يمكن أنا أتكلم بهذا الكلام أكو بعضكم يعتقد أنه أنا مثلا جاي أتكلم مثلا عن عمليات التجميل، أنه مثلا أكو ناس يحبون أنه يكون شكلهم طبيعي، وأكو ناس لا، بيقول لك حتى وإن كان صناعي بس المهم شكلي صار مثل ما أنا أريد. ممكن أكو بيكم يعتقد أنه أنا هنا جاي أتكلم عن موضوع الخداع، لأنه أنا يمكن لو ما قايل لكم أنه هذه بلاستيك تعبالكم ان هي شجرة عادية يعني، لكن هي هذه الشجرة الحقيقية يعني. ممكن كل شيء يمشي يعني، لكن انا بصراحة اريد اتكلم بهذا الجزء عن العطاء. انت ممكن يكون يعني زوجتك مو اجمل شيء بالدنيا لكن تنطيك الاكسجين، ممكن يعني تكون امك ما متعلمة لكن ممكن تنطيك ثمر، ممكن يكون صديقك يعني مو انيق لكن هو اللي ممكن يوقف وياك يعني. وممكن تشوف أكو ناس لا تصادقهم أو تختلط بيهم أو حتى تتزوجها مثلا واحدة لمجرد أنه شكلها جميل فقط يعني، لكن ما راح تعطيك الأكسجين تعطيك إياه النبتة الحقيقية يعني. لذلك أريد أقول لكم أنه الإنسان مو بشكله، يمكن شكل هاي البلاستيك أحلى بهواي من شكل هاي الحقيقية، لكن هاي الحقيقية هي اللي ممكن أنه تعطيك شنو؟ تعطيك فائدة لحياتك، وبنفس الوقت تعطيك قيمة لحياتك أنت، أنه أنا إذا داريتها معناها سويت إنجاز في حياتي يعني. لذلك لا تنظر للناس من القالب البرة، انظر إلى اللي داخلهم. هاي النبتة اللي هي حقيقية ممكن بيها أمراض هواي حاليا، وممكن تحتاج ماي أو تحتاج سماد، لكن بنفس الوقت هي حاليا جاي تعطيك أكسجين، تخيل. لكن هذه شكلها مغري لكن ما جاي تعطيك أي شيء. لذلك لما يكون الإنسان اللي قدامك جاي يعاني، ولما يكون الإنسان قدامك شكله ما عاجبك، احتمال هو هذا الإنسان ينقذك، هو هذا الإنسان اللي يبين لك أنه حياتك بيها كنوز كبيرة لازم تنظر لها بقلبك قبل لا تنظر لها بعينك على مود تعرف قيمتها. مثل ما أنا حاليا إيش قد ما هاي حلوة، لكن بالنسبة لي الحياة كلها بهاي النبتة. شكرا. هذا البرنامج برعاية تطبيق قانون جي.